أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسمي محمد البني، أعمل في مجال الدعوة والخطابة والإمامة والتدريس. عملت في أكثر في المسجد في أمريكا وأكثر من ولاية في نيوجيرسي ونيويورك ومينيسوتا. أعيش في أمريكا منذ 16 عاما. لو عدنا بالزمن للوراء بساعة أحداث سبتمبر، بالطبع لما عرفنا هذا الموضوع كان الوضع كان حالة إنقار كامل وتام لهذا الحادث الشنيع الذي أودى بأرواح أبرياء ليس لهم ذنب، بغض النظر عن أي خلافات سياسية أو دينية أو خلافه، فهذا أمر منكر ومفروض ومرفوض. وفي هذا الوقت أصدرنا بيانات وصعدنا على المنابر وبينا هذا، يعني أن هذا ما حدث جرم في حق البشرية، والحقيقة هذا ما يجب أن ينكر في أي مكان في العالم. إذا بريء مات بدون ذنب لأي خلاف أو سبب، لابد أن يكون في إنكار لهذا الموضوع. بس نوع من في السنوات التي تبعت 2001، قد يكون سنتين أو 3 سنين، نوع من التعسف في الإجراءات ونوع من زيادة رقعة الشك لدى في اتجاه المسلمين. بالنسبة للمدرسة التي أشرف عليها كما قلت، هي تأسست سنة 2002، بندرس منهج ولاية نيوجيرسي، وهي من المدارس الخاصة المسجلة في الإدارة التعليمية، وإضافة إلى ذلك بندرس مواد اللغة العربية كلغة ثانية، علاوة على التربية الإسلامية والقرآن الكريم، وعمل أنشطة داخل المدرسة. المدرسة فيها أيضا مركز لتحفيظ القرآن الكريم، الطلبة بيصلوا فيها أثناء الدراسة، بيصلوا فيها صلاة الجمعة. حياتنا الاجتماعية بتتم، الأفراح موجودة والناس بتتجوز والناس بتفرح. قضية طبعا معروفة، ان للأسف الشديد البوليس في ولاية نيويورك قعد لحد تقريبا من بعد الأحداث 2006 يراقب، وكانت مراقبة غير قانونية، يراقب المساجد والمدارس بل الأعمال الشخصية للأفراد المسلمين، سواء كان محلات سواء كان شركات سواء كان حسابات بنوك أو غيرها، في خارج نطاق القانون، وأنفقوا على هذا الموضوع يعني أموال كثيرة جدا، وده شيء طبعا مخزي ومحزن.